مواصلة لرفع السعة التشغيلية لمطار الكويت الدولي، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عن رفع سعة الركاب القادمين للبلاد عبر المطار إلى 5000 راكب، لترتفع الطاقة التشغيلية لحركات الرحلات لتبلغ نحو 67 رحلة مغادرة وقادمة يوميا، كما أن سعة المغادرين ستكون مفتوحة للجميع دون أي قيود، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الصحية على كل المسافرين. الإدارة العامة للطيران المدني بدأت بزيادة الطاقة الاستيعابية للركاب القادمين، ففي السابق كنا نتحدث عن 1000 راكب قادم إلى مطار الكويت الدولي، ثم تم زيادة هذه الأعداد إلى 3500 راكب قادم إلى مطار الكويت الدولي. اليوم نتحدث عن 5000 راكب، وتم زيادة هذه يعني النسبة بناء على موافقة السلطات الصحية وكذلك بناء على قرار مجلس الوزراء، ونأمل بإذن الله خلال الأيام القليلة المقبلة أن تزيد السعة للركاب القادمين. أما بالنسبة للمغادرين من دولة الكويت، ليس هناك سقف محدد للمغادرة، فأي مواطن أو أي مقيم يستطيع المغادرة من غير هذه الأعداد ومن غير هذه تحديد السقف للمغادرة. حرصنا في الإدارة العامة للطيران المدني على التوازن بين طلبات شركاتنا الوطنية، سواء شركة الخطوط الجوية الكويتية أو طيران الجزيرة، وكذلك بين الالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الجسدي داخل المطار، وكذلك تطبيق كل الاحترازات المطلوبة من قبل السلطات الصحية. فهذا التدرج في زيادة من 1000 إلى 3500 إلى 5000 هو الهدف من إعطاء سعة أكبر للقادمين، وكذلك بعد زيادة من تلقوا اللقاح في دولة الكويت. الإدارة العامة للطيران المدني التزم بتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي يتحدث عن قبول الركاب المقيمين من 1/8 بإذن الله، ودخول كل الركاب القادمين المقيمين إلى دولة الكويت اعتبارا من 1/8، ولكن بشرط أخذ جرعتين من اللقاح وكذلك إبراز شهادة PCR قبل صعوده إلى الطائرة، إضافة إلى الالتزام بالحجر المنزلي لمدة أسبوع. وعبر نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني المهندس سعد العتيبي عن مدى اعتزازه وفخره بفوز الطيران المدني بمقعد في المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للطيران بالتزكية وللمرة الثانية على التوالي. موقف دولة الكويت وكذلك لدورها البارز في قطاع النقل الجوي، ولا شك أن هذه يعني الشهادة هي شهادة وإنجاز للإدارة العامة للطيران المدني للحصول على هذا المقعد، وبالتالي شهادة لدولة الكويت وكذلك للمسؤولين في الإدارة العامة للطيران المدني. ولاقى قرار رفع السعة التشغيلية لمطار الكويت الدولي سعادة من قبل كل من يعبر من المطار، حيث أن هذا القرار من شأنه إفساح المجال أمام أكبر عدد من ينوي السفر والعودة في الوقت الذي فرضت به جائحة كورونا العديد من الإجراءات التي أثرت على سير عمل شركات الطيران. ما شاء الله نشوف اليوم تطورات، زيادة سعة تشغيلية زيادة سعة تشغيلية، إن شاء الله ظاهر بترجع الأمور طبيعية بإذن الله. إن شاء الله، المفروض هذا الشيء من زمان تأخرنا هنا، لكن الحمد لله على كل حال ان شاء الله الوضع قاعد يتعدل شويه شويه. الاجراءات عاديه، PCR والفاكسين، عندي كل شيء شهادات والحمد لله. ما شاء الله جميع اجراء تمام، كله 100 100، احسن وزود على الناس عشان خطر الحركه تزيد والناس تقدر تسافر تروح وتيجي. لا هو قرار جميل يعني، لان ناس كتير عايزه تسافر ومحتاجه انها تسافر بدري قبل العيد، قبل اجازه العيد وقبل يقضوا الاجازه، فطبعا زياده الساعه التشغيليه دي بتخلي الناس تقبل، يبقى في قبول كتير على السفر. من ناحيه الاجراءات لا لله الحمد الامور تمام وطيبه ومترتبه، تفتح الاجواء عرفت شلون، وتعطي مجال حق الناس وتزيد يعني رحلات السفر الافضل يعني. شوف طالما انت مطبق الاشتراطات الصحيه وهذا ما في مانع انك تزيد الرحلات، الناس تتحرك، الحركه زينه، واساس بعد هم نفسيات الناس تعبت يعني، صار يعني انت تحكي عن سنه ونص الناس قاعده محكوره، لا حركه لا يعني، حتى الاطفال تاثروا. زياده السعه التشغيليه سيعطي مساحه اكبر للطلبات المقدمه من الشركات سواء كانت المحليه ام الاجنبيه، وذلك سيزيد عدد الرحلات القادمه والمغادره في الوقت الذي ينتظر الجميع فيه تنفيذ قرار السماح للمقيمين بالدخول بدايه من الاول من اغسطس. من مطار الكويت الدولي، موفق العرقان، ATV العداله.